طبعا من الأستاذ حسن، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. الأمر بتاعي بسيط جدا، هي مجرد حادثة عادية. حادثة. أنا كنت خارج من البيت ومتوجه لشغلي، فجأة فقت في المستشفى بعد 8 أيام. إيه نوع الحادثة أو إيه اللي حصل؟ مش عارف. كنت سايق عربية يعني ولا ماشي؟ لا أنا ما بسوقش الحمد لله، ما كنت ماشي في الشارع حد خبطك يعني؟ واتنقلت المستشفى عن طريق بلاغ إسعاف. تمام، بعد 8 أيام أنا فقت. صحيت. صحيت. بعد كده تباعا بقى بدأت أعرف حاجات كتيرة قوي. أولها إن الإصابات اللي عندي كان المفروض إن أنا لو عشت يبقى أنا عايش على كرسي بعجل. سبحان يعني أنا الله سبحان الله. إصاباتي كانت كسور في الأضلاع، كدمات في الرئة، استرواح هوائي، كسر قاع الجمجمة، يا كسر في ساتر. القطنية. تمام، كل ده أنا ده لو عشت اصلا يعني، ده كان ده المفروض لو ده لو عشت. ده كده المفروض ان انا عايش، يبقى بالاصابات دي يبقى انا كده عندي تمام. شلل وعلى كرسي بعجل. لا انا الحمد لله فوقت. وبعد ما خرجت من المستشفى واستلمت التقرير الطبي، لان انا اولا ما كنتش برضو اعرف الاصابات اللي عندي، انا كل ده في حاله غيبوبه ونوم او عالم تاني اخر. عارفاه. بعد كده وانا خارج من المستشفى بقى بستلم التقرير الطبي بتاعي، فلقيت الاصابات دي كلها، كل ده عندي؟ بس انت كنت كويس كويس وقتها جدا. ولا كنت لسه تعبان؟ لا وكنت تعبان طبعا، انا خارج بس من اللي هو المستشفى يعني مش بالشكل التقرير ده. مش بشكل التقرير، بس انا مستغرب ايه ده الاصابات دي، وانا لغايه دلوقتي انا بتحرك ومش على رجلي، غريبه. انا انا سمعت ان هما كانوا كتبوا او بيحضروا شهادة ما ده برضو ما عرفته بعد وفاة. كده، ان ربنا انا يديكم خلاص، طول عمر يا رب. فالدكتور رايح يكتب تقرير الوفاه، على اساس ان الممرضه الواحد بتجي في قامة في غيبوبة بقاله 7 8 ايام فيعني. وخلاص فجأة خلاص ده مات، فالدكتور رايح يكتب تقرير الوفاه، فالممرضه بتجري عليه تقول له ده فاق. لا ايه ليه؟ قلت له ده فاق خلاص. فرجع تاني طبعا، لم يخط بقلم في هذا التقرير ورجع طبعا. قال لك الدكتور ان يعني سمعت جملة انه ان انت الكلام من المعجزات الطبية، سمعتها الجملة دي في حالتك انه يتقال لك دي حالة ميؤوس منها وبعدين لا سبحان الله تقوم؟ انا ما حدش قال لي حاجه، انا ما حدش قال لي حاجه خالص. يعني انا لما فوقت طبعا كل ده قالوا لي بعد كده، الاصابات اللي كانت عندي، انا داخل المستشفى انا مش فاكر الحادثه اصلا. سالت اطباء نفسيين فقالوا لي ان حاله الالم، الاصابات اللي عندك والالم الشديد، المخ تلقائيا بيعمل انكار. بيمسحها. تمام، هي يعني ما بتتمسحش قوي يعني، بس يعني لا بيمسح ال يعني بس بتسيب اثر. بس طب اقول لهم يعني، طب انا مش فاكر حاجه. قالوا لي مجرد ان انت تتذكرها اصلا ده هيسبب لك الم، فده لطف من ربنا. طيب تقرير الوفاه طبعا الدكتور قال لي خلاص، انت في فجاه كل حاجه وقفت خلاص، القلب كل كان حاجه واقف، كان في إشارات بأنه خلاص. او كل حاجه وقفت. انا من ساعه ما اتنقلت بالاسعاف للمستشفى انا موجود في العنايه المركزه. الأهل بقى كانوا موجودين لا يعني؟ يعني طيب المستشفى كتب التقرير الاصابات اللي عندي وديته للاسم اللي هي تابعه لي. تمام، المفروض الاسم يبلغ الاسم اللي انا تابع ليه، لان انا كانت في جيبي بطاقتي وكل حاجه فيما عدا التليفون، ده اللي ضاع واهلي بيدوروا عليا بسبب ان انا تليفوني اتقفل ومفيش اي فما حاجه، كانش حد عارف انت فين، ما حدش عارف انا فيه. فانت واجهت ال7 ايام دولت انا الثمان ايام لوحدك. انا نايم. هما يا عيني بقى لما عرفوا لا اكتشفوا لقوك لا هم كانوا نمت وقمت. هم كانوا في حاله تانية. يا عيني مش يعني انا كل ما اتذكر او اتخيل وضعهم انا بيصعبوا عليا. صعب. يعني انا ليا صديق سيف، ده كان في مصيف، في اجازه مصيف هو وزوجته واولاده، ورجع بمراته واولاده حطهم في البيت. نزل اول حاجه راح المشرحه، في عندكم جثث مجهوله؟ قالوا له يا قال عيني. لهم اشوفها، فما لقاش فيها. طب كده تمام الحمد لله، نبتدي ندور بقى في المستشفيات، طب ندور في الاقسام وهكذا. مش فاكر اي حاجه من 7 ايام الغيبوبه؟ مفيش اي خيالات بتجي حلم، لك؟ حلم، هو حلم. بتشوف لو حلم وصفت الحلم ده مدته دقيقه ونص او دقيقتين، بيبقى عباره عن ايه؟ لا انا ماشي في ممر، الممر فيه الضوء خافت، في ضوء بعيد قوي وفي سلالم انا بطلعها وانا متجه للسلالم، كل شويه الممر ده بيضيق عليا وقلبي بيتقبض، بطلع السلم بوصل لدرجه معينه فجاه بلاقي حاجه بتزقني بقع على ظهري.
هي دي لحظه الفوقان بتاعتي، دي اللي انا فاكرها ان انا فوق. اول ما فوقت انا لقيت نفسي ان انا على السرير وشايف فوقيه سقف الاوضه، انا فين؟ انت في المستشفى. ايه اللي حصل؟ حادثه عربيه. جيت هنا ازاي؟ بلاغ اسعاف. انت اللي بتسال، انت مش عارف. انا اللي بسال، مش عارف حاجه. انا الذاكره عندي شبه ممسوحه،